نجوى، ايوه اهلا سلمى. بيكي. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله. ازيك يا استاذه اهلا دعاء؟ والله وسهلا. بحبك قوي الله والله، وانت يكرمك معاك يا رب. والله. انت متشكرة، ازاي ربنا يخليكي. حضرتك الشيخ؟ اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ احمد؟ الله ازاي؟ يكرمك، اهلا وسهلا يا فندم. قول لحضرتك انا معديه اصلا 60 ربنا يديك الصحة. ومعنديش اولاد، وجوزي برضو ما كانش عندنا اولاد، وهو مات بقالي 23 سنة، الله يرحمه. وأخوه استولى على عرشي واستولى على كل حاجة، حتى أخوكي؟ مراتي مش أخوه. عارفة لحد دلوقتي. هي الزوجة اللي ما بتخلفش ملهاش حق في الدنيا خالص، حول حقا فيها. انت مين عندك، مين حواليكي، مين معاكي، عندك اهلك، مقيمة عندك؟ لوحدها؟ والله كلهم ماتوا، كل اخواتي ماتوا، ما هي اللي انا والله العظيم. عندك ولاد اخواتك عايشين موجودين؟ عندي ولاد اخواتي وعندي كلهم، بس خد عفشي واشتكيت وصرفت كتير قوي على عفشي عشان اخد عفشي، ما عرفتش اخده، واداني القايمة والمحامي سحب مني اكتر من القايمة. انا اتجوزت في الثمانينات، طب انت عايشة ازاي دلوقتي؟ عايشة بمعاشه، ايه؟ بمعاشه، بمعاشه، المعاش. بمعاش جوزك. انا مبسوطة الحمد لله، انا نرجع نقول مبسوطة. الاكتئاب ليه والكلام ليه؟ ما هو ايه انت مبسوطة؟ الحمد لله، الحمد لله، عايشة وربنا بارك لي فيه الحمد لله. طيب انت بتعملي ايه في حياتك قوليلي؟ بقرا قرآن، بصلي، ما عندكيش ناس يعني حواليكي، صحاب، قرايب، بتزوروا بعض، يعني في عيشة، في حياة، ولا ما فيش غير انك قاعدة في البيت بس لوحدك؟ قاعدة في البيت والله، ما بحبش أروح عند حد، اللي يجي يزورني يجي، بس ما بحبش، أنا أصلا من طبيعتي ما بحبش أروح عند حد، اللي يجي يزورني يجي، بس أنا ما بحبش أروح عند حد، ما بحبش أبقى تقيلة على حد. طيب يا أستاذة نجوى، حاضر، فضلت الشيخ هيرد عليكي. حاضر. هي زوجها توفى من 23 سنة، بس بتقول لك اللي ما خلفتش دي ملهاش حق، واخوات جوزها خدوا كل، يعني ما اعرفش بقى خدوا ايه ولا كان، ما دي يعني يا فندم من ضمن اللي بنقوله الاضطراب النفسي والاكتئاب وانفصام الشخصيه. ما احنا السبب في بشر في بعض اهو. مش ديت محتاجه الايد تطبطب عليها؟ محتاجه المجتمع يقف جنبيها؟ محتاجه الاخ يسال عنها؟ محتاجه الاخت؟ واحنا بنقوله النبي قال كده، قال الخاله بمنزله الام. الصح يا جماعه بنادي على كل عيله فيها واحده ما بتخلفش او راجل ما بيخلفش، الصح انت ولاد اخوه يقفوا معاه، ولاد اخته يقفوا جنبه، والصح اللي ما تخلفش ولاد اختها يوالوها زي مامتهم بالظبط، لان شرعا الخاله بمنزله الام، فده واجب علينا شرعا، وان قصرنا فيبقى حرام. فمش عارف، فدي محتاجه كلمه طيبه. والست بتقول اللي عاجبني ان بتقول انا راضيه ومبسوطه بمعيشتي، بس اخو جوزي اعتدى عليا وخد عفشي وظلمني في القايمه وظلمني في المؤخر، فده مال حرام، مال حرام، وهتمسك في رقبتك يوم القيامه. ومش عيب يا ازواج يا اللي ما بتخلفوش، دي رساله وانا اللي مسؤول عنها. مش عيب ان انت تامن حياه، الامان عند الله طبعا، بس رغب بالاسباب، ان انت تامن حياه زوجتك قبل ما تموت. تامنها ازاي؟ بما يرضي الله ورسوله، بالمعروف، عشان ما يجوش خواتك ياكلوا فيها وينهشوا في لحمها وهي موجوده بعد ما ماتك. فالصح انا كزوج او انت كزوج ما بتخلفش، اامن لزوجتي حياتها على قدر ما استطيع بالمعروف، لانه اسال عنها بين يدي الله.